في ناس كتيره زي ما بنقول كده بتحط دماغها على المخده بتنام على طول، ودي نعمه كبيره قوي بالمناسبه من عند ربنا. لكن في ناس تانيه بتعاني من القلق والتوتر قبل النوم، ممكن يفضل وقت كبير جدا بيتقلب بقى في السرير ودماغه بقى عماله شغاله تفكر في اللي حصل واحداث اليوم. ممكن كمان في ناس بتنام وقت قصير وتصحى تاني ويفضل طول الليل صاحي وقلقان. ازاي الشخص يعالج هذا القلق؟ ازاي يستعد للنوم وهو باله رايق؟ اعتقد ان الموضوع دراسه كمان، يعني حتى النوم بقى محتاج دراسه قبليه. انت بتنام على طول ولا بتقعد؟ مش دايما طبعا، على حسب احداث اليوم. يعني خلينا نعرف عامه اجابات هذه الاسئله، انه بالفعل في ناس بتعاني قبل ما تبتدي انها تدخل في النوم العميق، ان اصلا قدرت انها بالفعل تنام نوم عميق. خلينا نعرف كل التفاصيل دي من دكتوره دينا ابراهيم، استشاري الطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور على الجميع. صباح النور. اهلا. طيب احيانا موضوع النوم تحديدا ده بالليل، احنا مؤخرا بقينا بنسمع مصطلحات كده كتير بالانجلش عن حالات نفسيه كتير، منها الاوفر ثينكينج على سبيل المثال، او التفكير الكتير جدا قبل النوم. فهل الاوفر ثينكينج او التفكير الزياده قبل النوم هو ده اللي بيسبب عدم الاستغراق في النوم او حتى عدم الدخول في النوم بسهوله؟ طبعا هو بيعمل صعوبه. هو اوفر ثينكينج دي مش عرض نفسي. اوكي، لان هي لو حاجه مستمره معايا وبطريقه بتثير القلق في نفسي وبتاثر عليا جسمانيا ونفسيا، ده هنا عرض نفسي. لكن الاوفر ثينكينج اللي موجود في حياتنا كلنا مثلا بسبب الضغوط اليوميه او كده، دي ممكن التعلم ازاي نسيطر عليها. هي تعتبر عاده، في ناس كده بتبقى طبيعتها كده، طبيعتها دايما تحب تفكر كتير، دي حاجه كويسه لحد معين، لو زادت عن الحد هتأثر على كل حاجه في حياتنا. فالاوفر ثينكينج ده ليه بقى حاجات ازاي نتعلم ازاي نسيطر عليها ونسيطر على افكارنا، ودي حاجه ما بتبقاش سهله. النوم عاده، اوكي، مهم قوي ان انا ابقى منظمها، زي مثلا ما مهم قوي في الدايت او في الاكل ان انا ابقى منظمه مواعيد اكلي مثلا، او باكل بطريقه او بشكل معين. النوم زيه بالظبط، لان هو احتياج اساسي لينا جميعا، لان ده اللي بيساعد على الصحه النفسيه والصحه البدنيه والذاكره. وفي دراسات لقت ان الناس اللي بتنام كويس عمرها اطول وصحتها احسن والمقاومه افضل. فمهم اني احافظ على العاده دي واعمل كل الحاجات اللي تخليها في احسن شكل مريح ليا وتؤدي هدفها ان هي تحافظ على صحتي. تمام. اول خناقه بين النوم وبين القلق، اول عدو للنوم هو القلق في حياتنا، سواء مرضي او حتى القلق اليومي. مش المفروض ابقى رايحه السرير واخده كل مشاكل النوم معايا السرير؟ هو بمزاجي يا فندم. نتعلم. طيب ازاي نتعلم؟ بتحتاج شويه تدريب، هي مش سهله. بس هي بالتدريب بنعرف نسيطر على نفسنا، زي ما مثلا ممكن بالرياضه بنتعلم ازاي نتحكم في جسمنا، ازاي نطلع الاسترس، ازاي ان انا افصل مثلا ما بين حياتي العمليه والبيت. ما هو المفروض مثلا مشاكل الشغل تبقى كده في البيت، وكذلك النوم. النوم من اهم العادات اللي في حياتنا، ما ينفعش نتغافل عنها. اللي زي ما حضرتك بتقول، مهما مثلا نمت قليل وجه وقت حصل قلق في النوم، ده هيأثر على حياتي وتركيزي وادائي على المدى الطويل. ما ينفعش اتهاون في هذه العاده. تمام. لان النوم كمان يعمل دين. يعني ايه؟ لو انا يوم ما نمتش كويس، تاني يوم اضطر برضو ما نمتش كويس، عندي شغل او عندي ضغوط، تالت يوم هلاقي نفسي نمت، لازم النوم ياخد حقه، مخي بيطلب ده غصب عني. تمام. فمن العادات الكويسه جدا ان احنا نحاول نحافظ عليها، ان انا احضر نفسي كويس للنوم. هو ضيف، اعتبره ضيف لطيف كده، لازم ابقى محضره له نفسي. ازاي؟ اول حاجه، ما حدش فينا زي ما حضرتك، احنا اطفال، احط راسي انام، او بقى هل كان طول النهار خلاص انا خلصت كل نمت. لكن في اوقات ما بيبقاش ده متاح. مهم ان انا يبقى ليا مواعيد نوم وصحيان الى حد كبير ثابته، 90% ثابته. ده بيساعد ان خلاص انا ده ميعاد نومي فهنام، ده ميعاد صحياني فهصحى. لان هو صعب قوي ان انا النهارده بكره انا عندي شغل بدري الصبح، فانا مش متعوده انام الساعه 9، النهارده هنام الساعه 9. لا، انا متعوده انام، صح، متعوده انام الساعه 1، يبقى هنام الساعه 1. بصحى الساعه 9، يبقى هصحى الساعه 9. ممكن اغير واحده واحده ساعه نص ساعة، لكن مش ممكن هغير 3-4 ساعات، لان دي عادة هتاخد شوية وقت على ما اتدرب على السيتنج الجديد، الترتيب الجديد. دي حاجة.
احاول مثلا ان زي ما حضرتك بتقولي كده الافكار والاوفر ثينك، اخلص كل افكاري بره اوضه النوم. تمام، قبل النوم استعد ازاي؟ ان انا اعمل حاجه لطيفه، احاول استرخي، اتفرج على حاجه ظريفه في التلفزيون، اقعد اتكلم مثلا مع اسرتي في حاجات بعيده شويه عن المشاكل. تمام. يبقى طب موضوع بس اللي كنا بنسمعه اشرب لبن قبل ما تنام وخد دش قبل ما تنام والحاجات دي فعلا ليها علاقه؟ اه طبعا. طبعا. ليه؟ هو ايه اللبن؟ اللبن مريح للاعصاب وبيساعد على الهدوء، ولما يبقى دافي ده بيبقى لطيف، والحاجات الكتيره زي الكاموميل، اليانسون، الحاجات دي فعلا بتجيب ايفكت. يعني في بعض الناس اللي هو لا بتحب تشرب الحاجه الدافيه دي قبل ما يخشوا السرير. تمام. بس مثلا ما ينفعش اشرب بقى الشاي والكافيين والحاجات دي قبل وقت السرير بوقت كافي علشان ما تاثرليش على النوم، لان هي برضو النوم مش قصه ان انا دخلت في النوم او ما دخلتش، هو المهم كمان اني انام نوم مريح، ان انا امشي السايكلز او اللي هي موجات النوم اخدها كامله بحيث تبقى مريحه ليا وتساعدني ان انا اصحى بكامل كفاءتي تاني يوم. طب الناس اللي بتستخدم ادويه بتساعدها على النوم يا دكتور، في ناس ما يعني ما تقدرش تستغنى عنها، واحيانا ما بتكونش مهدئات ولا منومات، احيانا بتكون يعني بتبقى مركبات دواء كحة، يعني لا حتى مش بس ادويه كحه او الادويه اللي بتسبب او ادويه الحساسيه او ده، لا في اعتقد دلوقتي كمان في نوع من انواع الادويه بتبقى مركب معين موجود في جسم الانسان فبيستخدموه عشان انه بيساعد الانسان يدخل في نوم عميق. تمام. بصي انا هقول لحضرتك حاجه، زي ما كنا بنتكلم هو عاده، الدراسات الطبيه كلها اثبتت وكل المراكز الابحاث اثبتت ان انا ارتب للعاده دي وتفكيري يبقى سليم ونظرتي للعاده دي صح قبل ما الجا ان انا اخد ادويه. وتاني الغلطة بتعملها الناس ودي اللي فيها المشكلة ان هم بيلجأوا للأدوية أسهل بدل ما نتعامل مع هذه العادة بطريقة صحية وبنلجأ لها مع نفسنا أو واحد صاحبي أو الصيدلي قال لي خدي ده، وده كتير في ناس عندهم فكرة ان هو ايه، أنا عايز أنام دلوقتي يبقى المفروض أخد الحباية دي تنيمني، ما هو ده برضو مش سليم، وإذا نيمت النهاردة أنا كده ممكن بعمل آثار جانبية في حاجة تانية وأنا مش محتاجها الا حاجات للضروره. فحتى لو هاخد ادويه زي دي مساعده تبقى تحت اشراف طبيب او يبقى ليها ضروره طبيه، لان دي كلها ادويه. لان في ناس بتبقى مش عارفه الدواء ده، يبتدي بعد وقت ما يعملش الايفكت بتاعته او التاثير المطلوب بتاعه يبتدي يزود الجرعه، نلاقي نفسنا داخلين في حته تانية خالص، تعمل لنا مشاكل اخرى او مشاكل صحيه او كده. طيب دكتوره، في بعض الناس وهي نايمه بتجيلها خضه كده، وبدأنا نقرأ مؤخرا ان دي ممكن تكون عرض لأي مرض عنده وهو مش عارف، او مؤشر مثلا لحاجة خطيرة عند الإنسان. تمام. في ظواهر كتيرة بتحصل أثناء النوم، في منها حاجات بنعتبرها طبيعية، في حاجات لا مش طبيعية. ممكن لو مرة صحيت من النوم مثلا قلقانة اتوترت وبعدين رجعت نام تاني، لا تمام ما بنديلهاش اهتمام. لكن لو حاجة متكررة، في ظواهر بتظهر أثناء النوم زي مثلا توقف النفس، الناس مثلا اللي بتصدر صوت عالي اللي هو يجي دايما يشتكوا في العياده، انا باش مثلا اللي بيشخروا يعني بيشخروا بصوت عالي مثلا وتيجي زوجته تصحيه هو مش عارف هو في ايه. ممكن بتبقى في ظواهر زي توقف النفس، ودي بتبقى خطيره حسب نوعها وبتحتاج دراسه وبتحتاج علاج. في مثلا بتبقى حركات مثلا دكتوره ابراهيم، دينا ابراهيم، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. اوكي شكرا.